بعد الإطاحة بأنظمة عربية فيما يسمى بالربيع العربي، توجه الشعب إلى صناديق الاقتراع لتوفير بديل حاكم في مصر وتونس بحثاً عمن يوفر لهم الحرية. صناديق الاقتراع جلبت أحزاباً إسلامية، فأثار ذلك عدداً من الهواجس والأسئلة، أبرزها: هل ستحترم التيارات الإسلامية الفائزة العملية الديمقراطية التي أوصلتها إلى الحكم أم أنها ستنقلب عليها وتتحول الأنظمة إلى ديكتاتوريات إسلامية؟ هذه الهواجس وأبعادها كانت حاضرة في اللقاء الخاص الذي نظمه الملتقى الفكري في مدينة رام الله. أن الإسلام السياسي الآن وفي مرحلة اختبار، إما أن ينجح ويتكرس وإما أن لا ينجح ويقصى. صندوق الاقتراع هو الكلمة السحرية. الحرية في الإسلام قيمة من القيم العليا التي تقدم أحيانا حتى على الدين نفسه، لأنه حتى في الدين، في داخل الدين، الإنسان حر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن أصل الدين حرية الإرادة وحرية الاختيار. اللقاء ناقش وصول الحركات الإسلامية إلى سدة الحكم عن طريق صناديق الاقتراع، مطالبين بأخذ العبرة من الأنظمة السابقة التي استبدت وقامعت الشعوب برأيهم. الحريات عنوان، يعني تعابير تصدر عن القادة الإسلاميين والسلفيين عناوين كثيرة في هذا الموضوع. أنا بقول إنه الإسلام هو يعني حكم الإسلام مرحلة سياسية ضرورية، لأنه هم جاءوا بصناديق الاقتراع وبناء على رغبة الغالبية من الشعب، ولكن هذه الغالبية عليها أن تحترم الرؤية الأخرى. عندما الإسلاميين يقتنعون بآليات تبادل السلطة وأن الدستور هو الذي يحكم وأن الديمقراطية هي آلية العمل وأن الحريات هي الأساس، باعتقادي نحن نكون كسبنا كإنسانية، كبشرية، كمجتمعات أكثر مما نكسب عندما يصل إلى السلطة أناس ينادون بهذه الشعارات ولا يطبقونها في أرض الواقع. برأي الكثير من المراقبين، فإن تصريحات الأحزاب الإسلامية قبل أن تصل السلطة لا تعني تطبيقها على الأرض على سدة الحكم، فالمواقف تتغير، لسيما وأن الدول مربوطة باتفاقيات ومعاهدات لا يمكن إلغاؤها في كثير من الأحيان. نزار حبش، تلفزيون القدس.